يقف مع حته ما يفهمهاش او يحسها او يعرف يترجمها للناس يعني الجمهور غير لعيب كوره. كابتن اشرف اتفضل. هل من الممكن انه حاله التركيز الكبيره، يعني انا متاكد طبعا انه اي فريق رايح يلعب في بطوله هيواجه فيها ريال وفلامينجو وسياتل واوكلاند، بطوله اسمها كاس عالم صحيح. الميديا كلها والعالم كله عينه عليها، بالتاكيد مستوى تركيزه وانعزاله عن كل ما هو محيط به واهتمامه بانه يشارك في البطوله ويقدم مستويات كويسه يفوق اي لحظات في الموسم كله. صحيح. هل من الممكن انه حاله التركيز دي ارهقت اللعيبه او استنزفت مخزونهم من الناحيه النفسيه والمعنويه وناحيه قدرتهم على التركيز، فظهر في تراجع شديد جدا؟ لانه الفرقه اللي احنا شفناها دي مختلفة تماما على الفرق طبعا. اللي شفناها بطولة طبعا. كاس عام، فهل الفكرة بس ممكن تبقى مرتبطة بالحالة المعنوية والتركيز ولا ليها أسباب برضه؟ خليني أقول لك إنه ما ينفعش نقول إنه عكس ده، لأنه في علم اسمه الإعداد النفسي للاعبين. إزاي بعد لعيبتي نفسيا؟ إزاي بجهزهم نفسيا ومعنويا لكل بطولة لكل مباراة؟ وإحنا اتعودنا ده في النادي الأهلي. عشان كده بقول لك ان الاجواء هناك كانت مختلفه، صحيح في المغرب جدا جدا، ولكن كان عندنا اسبوع نقدر نستعيد ده. احمد انا معاك تماما ان الاجواء مختلفه، وان الاعداد النفسي لكل بطوله لا لكل مباراه بيختلف عن التانية، او ممكن يبقى برضو ممكن يبقى في ما خرجتش من ده يعني تقصد ما خرجتش يعني من برضو الاجواء. خليني اقول لك رغم انك انت برضو يعني احنا كجمهور ممكن نبقى الامور منطقيه بالنسبه لنا اللي حققناه في كاس العالم او ليها اسبابها يعني، لكن انت كلاعب كنت رايح واملك وتركيزك في انك تحقق حاجه افضل من اللي حققته قبل كده، وقدمت عروض صحيح بتقول ان تقدر تعمل ده، ورغم كده ما حققتش حتى ميداليه برونزيه. بالنسبه للعيبه ده شيء محبط بالنسبه لناس كتير جدا، وكان طموح كبير جدا عند جماهير النادي الاهلي انك تقدر بعد الاداء في المباراه الاولى والمباراه الثانيه والاداء الجيد جدا من اللاعبين والتركيز الشديد جدا، اللي عندك طموح انك ممكن على الاقل تاخد برونزيه، برونزيه كاس عالم للانديه. لكن يمكن الاخفاق في ده شويه اثر على اللاعبين، رغم انه الجميع اشاد بالاداء والجميع اشاد باداء لاعبي النادي الاهلي في البطوله. الحقيقه انا مش شايف يعني انا الحقيقه من بعد المباراه انا اتفرجت على كل مباريات الدور ده في دور المجموعات يعني اتفرجت على القطن وصن داونز، اتفرجت على الهلال وصن داونز، اتفرجت على كل المجموعه. شايف الحقيقه ما عندناش مبرر يكون ادائنا بالشكل ده. ليه؟ خبرات لاعبي النادي الاهلي في البطولات دي، احنا من ست بطولات وصلنا للفاينل 5 مرات، حصلنا عليها مرتين، عندنا خبرات كبيره جدا. والجيل ده انا بتكلم عن الجيل ده، احنا كان على الجيل ده، فانت عندك خبرات كبيره جدا جدا في البطوله دي، وكان عندك الوقت وكان عندك حتى الاجهاد البدني والذهني الفترات اللي فاتت اللي كنا بنتكلم عنه، لا ما كانش موجود في المباراه دي. انا الحقيقه مش لاقي مبرر غير انه غياب الجماعيه وغياب التركيز الكبير جدا جدا، استسهال المباراه بشكل او باخر، لانه الحقيقه غياب التركيز في المباراه دي تحديدا انا ركزت بشكل كبير جدا جدا في المباراه، ما كانش في تركيز من اي لاعب يعني ما فيش، وده واحد من الاسئله، مفيش دوافع يعني تحس مفيش دوافع بيبقى من الوارد جدا للفوز يعني, وارد من الوارد جدا انه يبقى في تراجع مستوى 2 3 صحيح 4 لعيب، لكن انه يظهر تراجع جماعي بشكل جماعي. ده حتى اللي بينزل كمان ما عندوش التركيز والدافع، لا في حاله غريبه حصلت في المباراه دي، ودي مش حاله لعبتنا. احنا لسه في البدايه، احنا الحمد لله انها جت في بدايه المشوار طبعا. لان يعني دي مباراه من 6 مباريات، واعتقد انها يعني جرس انذار كبير جدا جدا للعبتنا، وتعودنا ان النادي الاهلي الحمد لله من افضل فرق العالم اللي بيقدر يلم نفسه بسرعه جدا، يقدر يجمع لعيبته بشكل كبير جدا، غرفه الملابس دي كلها دور كبير جدا جدا في اعاده التركيز مره ثانيه. ولكن عايز اقول انه الحاله دي حاله استثنائيه، يعني مش احنا ما بنقولش ان ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي واننا نخسر من الهلال لان الهلال كان افضل او ولكن احنا بنقول ان حالتنا في المباراه دي هي اللي وصلتنا اننا بنخسر المباراه، وبنخسر كمان ادائنا وتركيزنا جماعيتنا سرعتنا في الاداء. والله في حاجات كتيره جدا، روحنا طبعا يعني روح الاهلي دايما بتصنع الفارق طبعا مهما كانت كل الفوارق موجوده طبعا.